أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر للعام 2022. وفي هذه الجولة: انطلاق مليونية 25 أكتوبر في كل مدن السودان وانقطاع تام للإنترنت، ووزير الصحة بإقليم النيل الأزرق يكشف عن أرقام جديدة ويناشد الحكومة المركزية والمنظمات بتوفير الأدوية وسيارات الإسعاف. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار. أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر من العام 2022. مظاهرات في الخرطوم ومدني وعطبرة والفاشر وبورسودان وكادوغلي ومدن أخرى للمطالبة بإسقاط الإنقلاب. قمع عنيف وإطلاق كثيف للغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في موقف شروني وبحري وشرق النيل وأم درمان. لجان مقاومة بحري تكشف عن إصابة 3 متظاهرين إصابة خطيرة في العنق قبالة كوبري ماكنمير. السلطات تستبق المظاهرات بإقلاق جميع الكباري عدا سوبا والحلفاية وإقلاق جميع الطرق الرئيسية المؤدية لوسط الخرطوم. السلطات تقطع خدمة الإنترنت من الهواتف النقالة ومحامو الطوارئ يعتبرون ذلك خرقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. عشرات الآلاف يخرجون في الخرطوم وسبع ولايات في مليونية 25 أكتوبر للمطالبة بالحكم المدني وإسقاط الإنقلاب. نقابة الصحفيين تكشف عن تصاعد كبير في معدلات الانتهاكات ضد الصحافة والصحفيين خلال عام من الانقلاب العسكري. وزير الصحة بإقليم النيل الأزرق جمال ناصر يكشف لراديو دبنجة عن مقتل 233 شخص وإصابة 217 آخرين ونقل 10 مصابين إلى الخرطوم خلال الاشتباكات الأخيرة. وزير الصحة بإقليم النيل الأزرق يكشف عن نزوح 50,000 شخص إلى الرصيرس والدمازين خلال 5 أيام ويكشف عن أوضاع إنسانية سيئة في مراكز الإيواء. الملك عبيد أبو شوتال يكشف عن عدم دفن عدد من الجثث حتى الآن في القرى 3, 1, و2 في محافظة ود الماحي ويقول أن الصراع يحمل أجندة سياسية واقتصادية. هدوء نسبي في لقاوة بغرب كردفان وفتح السوق جزئيا بعد اشتباكات خلال الأسبوع الماضي ونزوح 3/4 سكان المدينة وخلو 9 أحياء من السكان. في الذكرى الأولى للإنقلاب وزير الخارجية الأمريكي يرحب بالمبادرات ويعلن استعداده لاستخدام جميع الأدوات المتاحة ضد الذين يسعون إلى عرقلة التقدم نحو التحول الديمقراطي في السودان. إصابة 2 من التجار في عملية نهب مسلح لعربة تجارية على طريق غرب جبل مرة بولاية وسط دارفور. قيل عافية وإلى اللقاء. دعا أنصار الديمقراطية إلى التظاهر اليوم 25 أكتوبر تنديدا بحكم العسكر واحتجاجا على الأوضاع الاقتصادية الحادة وتجدد القتال القبلي في بعض أقاليم السودان، وذلك بالتزامن مع الذكرى الأولى للانقلاب الذي أطاح بالفترة الانتقالية في السودان بقيادة حمدوك. وقبيل الاحتجاجات تم قطع شبكة الإنترنت في كل أنحاء السودان. رغم ذلك بدأت ظهر اليوم أعداد من المتظاهرين بالتجمعات التي حددتها لجان المقاومة في المدن المختلفة في السودان لانطلاق مليونية 25 أكتوبر والتي تصادف الذكرى الأولى للانقلاب العسكري. جولة السودان كانت حاضرة في عدد من المليونيات بالسودان، مليونية الخرطوم ومليونية أم درمان، الفاشر، عطبرة والنيل الأزرق. نبدأ بمراسلنا من الخرطوم، مرحب بك، أدينا وصف أين أنت الآن في الخرطوم. طيب الآن من شارع الغط وتحديدا في موقف شروني بعد ما التحمت المواقف الجماهيرية انضمت له الناس من أول حزاب شارع المطار وقاطع الشرب وارتويت وجبرة. معنا عدد من الثوار والمحامين للحديث حول الذكرى الأولى لانقلاب 25.
نحييكم الآن من أمام موقف شروني، حيث بدأت المواقف تتوافد، الكل عازم على إضغاط هذا النظام. الموقف الآن وصل إلى محطة الشروني، هنا موقف يؤم الأعداد الكبيرة الضخمة، حيث بدأت المواقف تتلاغى في نقطة نقاط الارتكاز الأساسية التي تم تحديدها من قبل لجان المقاومة. الآن موكب الوصل الأول بدأ من منطقة وكما قلت وأستفت أن الأعداد بدأت تتوافد. الآن الوضع مطمئن تماما. الآن الاشتباك حيبدأ بعد قليل، لأن العسكر بدأوا ينصبون آلياتهم حول السكة حديد. الأعداد كبيرة. نهاية الموكب بدأ من أمام السوق، من أمام المينا إلى مرورا بنهاية الطريق إلى طيب. جحافل بشرية الآن تسحب نحو قصر الطغاء لإسقاط الانقلاب القاشم الذي أصدر على صدورنا. تحركت المواكب من شارع المطار إلى تحمد في محطة السبعة، والآن الجموع والحشود البشرية متوجهة نحو القصر الجمهوري بأعداد كبيرة، وإن شاء الله يعني الليلة الانقلاب يتم إسقاطه بجموع الشعب السوداني كله. سبب أبو شام محامي وعضو محمود طوارئ، داير أقول تقريبا كلمتين. إحنا المكون العسكري ده يعني وضحنا لهم يعني فترات متوالية حقيقة، يعني أكثر من مناسبة، أن هم سكناتهم أولى، والكلام ده بنقوله من مطلق قانوني. اليوم ذكرى الثانية للانقلاب المشؤوم اللي سبب في مقتل أبنائنا، وكل الشهداء، كل الشهداء شهداء الثورة السودانية، كل شهداء الثورة السودانية. يعني احنا ما زلنا بنطالب، مش المكون العسكري بالانسحاب، لا بنطالب جماهيرنا الموجودة حاليا على أرض الواقع أنها تسعى للقبض على القتلة دي جميعا ومحاكمتهم محاكمة تاريخية في الشوارع، ولا بد أنه تنصب لهم المشانق في الشوارع حتى يكونوا عبرة لأي من تسوي له نفسه ثاني بالقيام بانقلاب عسكري. لأنه نحن طالما نحن عندنا فينا نفس في الدولة دي، ما حنسمع ثاني بأي عسكري ولا بوت يجي يحكمنا ولا يتسلط على رغاب الشعب السوداني. مين انت يا بوت؟ مين انت؟ الليلة أصغر مواطن في الدولة السودانية عنده دبلوم مؤهل علمي قادر على أنه ياخذ منصب، انت ما عندك غير دبلوم العلوم العسكرية وبتقتل به كل الشعب السوداني. مين انت؟ مين انت؟ بلد فيها برفات، فيها دكاترة، فيها علماء، فيها خبراء، فيها ناس في وكالة ناسا الفضائية الأمريكية، عندنا علماء نحن. انتوا مين؟ مين انتوا؟ جايين من وين بتحكمونا انتوا؟ مين انت مؤهلك شنو انت يا برهان مؤهلك شنو؟ ورينا هسه وين مؤهلك شنو انت؟ ما عندك اي مؤهل تحكم الشعب السوداني العظيم ده، شعب محترم وشعب راغي. انت ما حترتغي لمستوى ولا حتقرب ولا حتى ضفر من اصغر سبل بينتمي للدوله السودانيه دي تتسواه، ما تسوى شيء. بالرغم من ذلك سلطوا على الدوله السودانيه وما زلتوا تقتلوا في ابناء الشعب السوداني، لكن نحن الوعد قائم معاكم انه نوصلكم للمشانق وما راجعين. كلكم المشانق دون أي كل القيادات العسكريه الوسيطه منها والصغيره. التحيه والمجد والخلود لشهداء الثوره السودانيه من قبل 89، شهداء الثوره السودانيه، لان المحاكاه البلاوي كان بيحيك المكون العسكري هي قبل الانقلاب المشؤوم بتاع 89 بتاع الانقلابي البشير اللي هو لسه ما زال يتنعم بالصحه والعافيه وقتل كل نص الشعب السوداني، ما زال لسه هو حر طليق. بالتالي نحن حنقول التحيه والمجد والخلود لكل شهداء الثوره السودانيه من 89 وقبلها، والمجد والعوده الحميد
والعودة للحميد إن شاء الله، والسلم لكل أبنائنا المختفين قسرياً. لابد يا أخواننا نراجع قضية المختفين قسرياً، عندنا ما يقارب عن 100 مختفي قسري في الدولة السودانية دي بالمناسبة، اختفوا في ظل الانقلابات العسكرية دي. لابد من أن نجي راجعين العودة السليم والعودة الحميد لكل المختفين قسرياً، وعاش صمود ونضال الشعب السوداني، وثورتنا مستمرة ويسقط كل العسكر والجنجويد. تحية قدام بس يا راكزين. شكرا رادي جبنقا. والآن ننتقل إلى مراسلنا في مدينة أم درمان. مرحب بك، وأين أنت متواجد الآن في أم درمان، وفي أي موكب من مواكب أم درمان؟ طيب أنا الآن متواجد في أكبر موكب في مدينة أم درمان، هو موكب أم بدا في ذكرى 25 أكتوبر، ذكرى الانقلاب العسكري. تحركت مجموعة كبيرة جدا من المواكب الآن في طريقها لشارع 40، وبعد كده هتتوجه إلى شارع البرلمان. هتافات يمكن تكون مختلفة كما نسمعها في الوقت الحالي، من أن العسكر للسكنات، وأيضا لافتات كبيرة معبرة عن الوضع الراهن، يا برهان سكنات الدولة، ما في ميليشيا بتحت الدولة، وهتافات كمان لنبذ العنصرية والقبلية ونبذ الحرب في أغاليم السودان المختلفة. الموكب يتحرك مواكب كبيرة جدا في الوقت الراهن تحركت في وصول الآن إلى 40، وبعد ذلك اللجنة الميدان هي اللي بتحدد انه مفترض الناس تتوجه الى كوبري السلاح الطبي في محاولة انه يدخل الحكومة عن طريق كوبري السلاح الطبي. ممكن التفاصيل اكثر حيكون معانا ممثل الاتصال تنسيقية لجان ومبدأ، حيكلمنا عن شكل المواكب وحيكلمنا كمان عن الخطط الجاية في الساعات الجاية. أنا يوسف بشير، تنسيقية لجان أحياء ومبدأ مكتب الاتصال والإعلام. نحن هسه في المواكب الجنوبية لمدينة أم بدة، متوجهين الآن من صوب الأهلية صوب غسر الرمم حسب المسارات الوضعتها على الميدان في مدينة أم درمان الكبرى. الليلة يوم 25 أكتوبر هو يوم الانقلاب المشؤوم في العام الفات. نحن الليلة طارعين عشان نأكد إنه نحن بنرفض رفض تام حكم العسكر، وبنرفض الانقلاب العسكري، وبنقول له انه لا شرعيه للانقلاب العسكري، ولا شرعيه لاي حكومه تجي من الانقلابيين، ولا شراكه مع اي مؤسسه عسكريه، ولا تفاوض مع المؤسسه العسكريه نسبه للجرائم ضد الانسانيه اللي تقوها ضد الشعب السوداني. احنا الليله مارقين وهسه في مواكب مجتمعه من حارات حمد النيل، المنصور، البستان، الراشدين جنوب، الراشدين شمال، حي الثغوة، الريان، أكثر من 14 حي. هم موحدين مواكبهم الآن متوجهين صوب غسر الرمم عبر المسار الجنوبي لأم بدة في مسار شمالي يتحرك. يعني احنا هسه في مواكب الجنوبية لأم بدة، أم بدة فيها مواكب شمالية، ودي المواكب الجنوبية لتنسيق وتجديد من الحارات اللي تقع في جنوب أم بدة. متوجه الآن صوب غسر الشعب عبر شارع الأربعين العظيم، ثم البرلمان، ثم كوبري الحديد، وإن شاء الله واصلين لغفر الرمم عشان نوصل رسالتنا بأن لا شراكة مع العسكر، ولا مساومة على دماء الشهداء، ولا شرعية لأي حكومة يتم تشكيلها عن طريق الانقلابيين. نحن في يوم بدأ بنأكد يعني أنه موقفنا حيكون ثابت، لأن سنة الآن قاعدين في الشارع وبنقول يضبط حكم العسكر، يضبط الانقلاب العسكري، ومستعدين انه احنا نواصل لسنين على ده لغايه ما نصل للتحول المدني الديمقراطي اللي قاعد ينشد الشعب السوداني اجمع. المواكب بتاعتنا الان هي في منطقه الدفعه، حتعبر بعد شويه عشان تصل لشارع الأربعين تلتحم مع مواكب ام درمان جنوب، ومع مواكب كرري، ومع مواكب ام درمان القديمه، ومع مواكب الأربعين والسيره المورده، ومن ثم تتوجه مع ومن أم درمان ننتقل إلى شمال دارفور وعاصمتها مدينة الفاشر مع مراسلتنا المتواجدة في مليونية 25 أكتوبر بالفاشر. مرحب بك. مدينة الفاشر خرجت اليوم منددة بالحركة الانقلابية 25 أكتوبر، ومنادين بتغيير النظام
وإعادة الحكومة المدنية، ومعانا عدد وحشود كبيرة جدا جدا من مواطنين مدينة الفاشر خرجت اليوم بتندد وبتندد بإسقاط النظام، ومعنا تلك الأصوات وبعد الاستطلاعات. أنا الآن الأستاذ محمد سالم عضو الأمناء المهنيين، يتفضل أستاذ. شكرا جزيلا. اليوم خرج تجمع المهنيين السودانيين والتحالف الديمقراطي للمحامين بولاية شمال دارفور بالتضامن مع لجان مقاومة ولاية شمال دارفور في مواقف هادرة ضد انقلاب 25 أكتوبر الذي انقضى على السلطة المدنية وأوقف قطار التحول الديمقراطي والانتقال المدني الحر في السودان. خرجنا اليوم ضد هذا الانقلاب، ونؤكد أننا كشعب سوداني وكمحامين ديمقراطيين نطالب بالعودة إلى المسار الديمقراطي الحي وإسقاط الانقلاب وإعادة السلطة المدنية بتغيير مناسب وحل سياسي يبعد العسكر عن المشهد السياسي السوداني ويعيد القوة المدنية إلى السلطة ويعيد مؤسسات السلطة المدنية. نريد جيشا مهنيا واحدا وإبعاد الميليشيات وإعادة إدماج النظامية وفق المصفوفات المعتمدة، كما ننادي أيضا بوقف العبث وقتل الأرواح في الأطراف السودانية في النيل الأزرق وجبال النوبة وفي دارفور. إشعال الحروبات القبلية هذه الأيام هي جزء من العملية السياسية التي يقوم بها الانقلاب في تفكيك بنية المجتمع السوداني. لذا ننشد جماهير الشعب السوداني بالالتفات وانتباه لهذه المكايد والفتن وصياع لصوت العقل والسلمية والوحدة ونزل خطاب الكراهية والعنصرية. أنا التجمعات من وين لوين؟ المسار ده سيدعني نبي مسار من القبة بشارع الزيادية مرورا إلى ساحة الحرية بنبض الحياة، وهناك مسار آخر من مدرسة دارفور إلى موقف الزريبة متجها بشارع النيل أو خرسيات سابقا إلى ميدان الحرية، ومسار من جنوب الفاشر إلى مدينة إلى ميدان الحرية. شكرا محمد خالد. ومن ولاية شمال دارفور ننتقل شمالا إلى ولاية نهر النيل، ومعنا عضو تنسيقيات لجان المقاومة بمدينة عطبرة الأستاذة نجود الشلالي. مرحب بك نجود، وكيف الوضع الآن في عطبرة؟ تنسيقيات لجان مقاومة عطبرة الآن من صباح الليل ومن أمس بالليل كان في تصعيد أو استعداد أو بروفة بالليل. من الصباح الليل كان في تتريس للشوارع الرئيسية والمطبات الرئيسية داخل المدينة. الآن المواكب انطلقت وصلت آخر المدينة اللي هو آخر نص دائما بنصلها اللي هو الكوبري الجديد، بنقول عليه الكوبري الجديد، وهسه إحنا قاعدين نترس في الكوبري الجديد ده باعتبار إنه هو بتجي مدخل للعربات بتاعت التجارة والعربات المصرية بتجي بالكوبري ده. هي ذاتها حد ذاتها الوقفة هنا في الكوبري عندها التعبير اللي قاعدين نوصله للعسكر، لأنه هي ذاتها النقطة دي هي مستفزة للعسكر بشكل مستمر. قدر ما نصل هم بيقوموا بضربنا واعتقال بعض الثوار بشكل مستمر. يعني المشاركة كل الناس على قلب سائر واحد داخل المدينة. لجان مقاومة عطبرة أو تنسيقيات لجان مقاومة عطبرة هي القائد الحراك حاليا في الشارع باسم القوة اللي بتنادي بالتغيير الجذري. الآن المشهد الآن بوصفه لك ده الشغل اللي بيمثل لجان المقاومة اللي هي متبنية التغيير الجذري كخط أساسي لها والمواسيغ الثورية بتاعت لجان المقاومة. الآن في بعض الأحزاب السياسية، في بعض المنظمات بتاعت المجتمع المدني، الاتحاد النسائي، الحزب الشيوعي السوداني، بالإضافة لبعض القوى المدنية وكل لجان المقاومة، بالإضافة لمشاركة مميزة أيضا من الكنداكات. الآن أنا بتكلم معاك، حد الآن ما في مظهر أي مظهر عسكري ولا مظهر أمني تدرة المنتهى بالنسبة لنا، لكن بالنسبة لنا 25 في رسالة واضحة جدا ومهمة نحن دارين نوصلها للجنة الأمنية أو للمجلس العسكري أو للعساكر بشكل عام، إنه من ضمن الرسائل بنقول لهم العسكر للسكنات إنه دارين الدولة المدنية وإنه نحن تاني لا مساومة لا شراكة لا تسوية لا شرعية لهذا النظام اللي قاعد على أنفاسنا في العاصمة الخرطوم.
واضح نحن في السلام جوبا برضو عندنا رأي واضح فيه إنه هو ما عالج أي قضايا من جذوره، هو بقى واحد من الأزمات الحالية يعني قاعدين نعاني منها نحن في فترة الانتقال. والله نحن سوار في مدينة عطبرة، مدينة عطبرة مدينة أم لكل السودان، مدينة حضن ثوري لكل السوار، تعلمنا منها إنه كيف سكة حديد، تعلمنا وتربينا في مؤسسات السكة حديد وفي أحياء سكة حديد، عندنا ثقافة إنه نحن كلنا واحد لا للعنصرية. وعطبرة من المدن الأوائل الهتفت يا عنصر ومغرور كل البلد دارفور، نحن بننبذ الخطاب بتاع الكراهية، بننبذ الخطاب بتاع العنصرية، بنقول إنه دي إشكالات نحن المفترض كلنا نشتغل عليها كثوار، لأنه في أزرع قاعدة تشعل النار دي داخل الدولة السودانية لمصالح محددة. رسالتنا لأخواننا في النيل الأزرق وفي الدمازين، رسالتنا اليوم بأن يتكاتفوا، بأن لا يسمحوا لأي قوة غريبة أو دخيلة إنها تتدخل بيناتهم، لأنهم في النهاية منطقة واحدة كانوا بيدعموا فترة طويلة مع بعضهم، ونحن كامل تضامننا معهم وكامل دعمنا معهم. معكم إيهاب باريكر. ومن مدينة نهر النيل ننتقل إلى إقليم النيل الأزرق وبالتحديد مدينة الرصيرس مع عضو لجان مقاومة مدينة الرصيرس إيهاب بابكر، والذي رسل رسالة باسم لجان المقاومة بإقليم النيل الأزرق لكل الثوار في السودان في هذا اليوم 25 أكتوبر والذي يصادف الذكرى الأولى للانقلاب العسكري. مرحبا بك. من النيل الأزرق مدينة الرصيرس، رسالتنا إنه نحن الجيل الكتب علينا إنه ندفع خطوط الانقلابات، وكتب علينا إنه نحن لازم ندع حد للانقلابات العسكرية ونصل للدولة اللي بنحلم بها طالما نحن الشباب ونحن الموجودين في الشارع. فرسالتنا لكل شباب انضوا، نحن معاكم، بس اسمحوا لنا لأنه نحن ظروفنا الإنسانية صعبة، فما بتتحمل إنه نحن نترك أهلنا الموجودين ونطلع مواكب، لكن نحن بوجودنا داخل المعسكرات بتاعت النازحين وغيره، نحن الآن يعتبر نحن ذاتنا موكب داخل المعسكرات. فمتضامنين معاكم، ورسالتنا إنه كلكم خلوكم متوحدين، خلوكم يد واحدة، وأكدوا تماما إحنا رحنا معاكم زي ما أنتم رحتم معانا في النيل الأزرق. مرحبا بكم المستمعون الكرام، ونبقى في إقليم النيل الأزرق الذي يشهد اقتتال قبلي بين المكونات المحلية لمعرفة آخر الأوضاع الصحية جولة السودان. التغت وزير الصحة بالإقليم جمال ناصر ليطلعنا على آخر الأوضاع الصحية بالإقليم اليوم. مرحبا بك. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. دعوني أترحم على أرواح الشهداء اللي هو فقدناه نحن في الوطن من كل الأطراف. ما حدث في النيل الأزرق بالنسبة لنا كان مفاجئ صراحة، يعني الشكل نوع القتل ونوع التقييم للحالات اللي حصل فيه الحريق والبتاع، يمكن يكون ثقافة ما كانت موجودة. يعني صح أنا كان لنا حظ موجودة كان في النيل الأزرق لغرابة 25 سنة بين الحكومة الانقاذ السابق والحركات من أجل النظام، ما وجدنا فيه أفشع أنواع القتل بالصورة الآن اللي حصل في النيل الأزرق. يمكن فقدنا لحد الآن، أنا بعتبر إنه لحد الآن عندنا عملية كانت 233 من الوفيات، عندنا قريب الجرحى نحن التقديرات الناس تخطها في 217، ممكن تكون قابلة زيادة لأنه أنت لما تحدد الهنان يعني ممكن يكون كلامي صح، ممكن يكون غلط أحيانا. الصح فيها الغلط فيها شنو؟ أنت لما تتكلم عن حرب منظم بمجموعات جات هاجمة قوة وكذا وكذا، معروف إنه بيكون في مساحات فاضية أو في جبال أو في مستنقعات أو في محل كاشف يعني، كان صحراوية وكان هناك، لكن دبت حرب اسمه حرب الأحياء، يعني زول خش على جاره من القبيلة الفلانية قتلوا حرقوا، فبيكون في جثث الناس ذات أثناء الحوادث زي الأربع يوم الثلاث يوم ما في زول بيكون وصل عليه. الحاجة الثانية، حتى الطرفين المتناحرين أو الأطراف اللي عندهم النزاع القبلي اللي حصل، يعني ما في زول بيقدر
بخاف ذاته عشان يمشي يبلغ ويقول انا عندي فلان معوق او فلان ميت. طيب تخيل انه المعوق ده ممكن يصل بعد شويه ياخذ فتره معينه من النزيف وممكن يموت ويكون من ضمن الشهداء او من ضمن الميتين يعني. فدي كلها كانت بالنسبه لنا صراع كبير في الاقليم. ولكن ما اريد ان اؤكد للعالم انه اقليم النيل الازرق الكوادر الطبيه بكل صفاتهم المهنيه يعني بكل تخصصاتهم المهنيه حقيقه هم وصلوا مرحله الاكسبيرينس في الخبره للتدخلات السريعه لنتيجه انه طبعا خاضوا حروب وتجارب زي دي في اخلاء المرضى وعلاج المرضى واسعاف المرضى. فلما كان الذنوب بتضرب في الناس بتعرف في الارض يعني فدي اللي اخذوا الخبره. فانا بقول احنا بذلنا جهد كثير جدا وارهاق شديد على الكوادر بتاعنا. والحاجه الثانيه ان احنا كان عندنا مشكله كبيره قبل المشكله دي ان احنا عندنا نزوع حكام من دوله اثيوبيا الشقيقه ودوله جنوب السودان الحبيبه الناس اللي كانوا نزحوا اثناء الحرب العشرين سنه يعني رجعوا بكميات لانه ما رجعوا بالاجراءات المفروض العوده الطوعيه بالنسبه للمنظم بالنظام الانسيار مع الايون الانترناشونال يعني العائد ده بترجعه بتنظم له حياته بتديه شنطة ملابسه بتديه كم من الدولارات في حساب مبلغه وبيرجع منطقته أو قريته أو القرية اللي انت نظمت له. كان عودتهم غير منظمة موزعين في الكرمك وفي محافظة الكرمك ومحافظة باو ومحافظات التضامن ومحافظات كيسان دي المناطق طبعا الحدودية. فكان عندنا ما يفوق 60,050 عفو يوميا كان بعوده إلى هذه المناطق. فجاءت الطامة الكبرى دي أنا بعتبرها إنه جاءت المشكلة اللي حصلت دي بقت علينا العيب الكبير على الإقليم يعني الإقليم ده ما تحمله إقليم النيل الأزرق قد لا يتحمله حتى الدول العظمى يعني لأن دليلك أنك الدول العظمى ده تعرض للاقتصاد بتاعها تنهار لكن لا زال إنسان النيل الأزرق رغم ذلك صامد شعبا وحكومة من أجل إنه نحن كيف نوصل للرقم. طيب نحن في وزارة الصحة وأنا كوزير للصحة لإقليم النيل الأزرق ما بذلوه الشعب النيل الأزرق بكل أحزابه ومسمياته السياسية والديمقراطية والإسلامية ده الإقليم أنا بعتبره أنه إقليم النيل الأزرق هي البوتقة السودان المليون من مربع قبل ما ينفصل من الجنوب لا مكون كل السحنات ما كان من ثقافة نزاع قبلي ولون وديمقراطي ولكن أنا بعتبر أنه مستورد لنا من الناس اللي هم عاوزين أن السودان يظل تحت حكمهم يعني ما في حكم تاني لأن الحكم الذاتي أنا بالنسبة لي ما في حكم أفضل منه. النظام الكونفدرالي أو النظام الفيدرالي هي النظام الذي ينظم الحياة وينظم المجتمع ويدي ذبح الحقوق أصحاب الحقوق حقهم منها لأنه ما بحزب الأهاجة دي إلا الواطن الجمرة ونحن الواطنين الجمرة. فده أنا بأكد لكم لكن برضو نحن أمس من يوم 19 لحد يوم 24 و 25 اليوم ما نزحوا للمدينة دمازين والروسيرس ما يفوق 50,000 نازح جيل محتاجين لأكل محتاجين لإيواء كامل. لو في أي جهة بقول إن النازل فلياتوا كل المنظمات والناس الداعمين الخيرين تعالوا شاهدوا الناس بتنوم حتى الفرشات جبناهم جم من محل الحرب نزلناهم في مدارس. تخيل إن الواحدة مرقت إلا بفردتها الساترة كإمرأة ورجل المرق مرق على الرجل لأنه كم كان في الضحوة لما حصلت المشكلة. تخيل إنه نازل في وضع مريض لكن الجهد الشعبي بيسوي الأكل من بيوتهم بيجوا المنظمات برضو الموجودة بالإمكانيات الموجودة بتاعهم قاعدين يدعمهم. ونحن الآن كوزارة الصحة تداخلنا في كل الجوانب الصحية صحة البيئة صحة الإنجاب صحة التغذية كله ونحن الآن في ميادين نحن ما عندنا موظف أو زول لحد من يوم 12 موجود. برضو إمكانياتنا المادية تعبانة لأنه أخواننا أي طوارئ بيحتاج لقروش يعني كونه قروش 10 مليون ولا 20 مليون يا أخواننا أنا العربات بتطلع يومين 22 عربية الإسعاف البنشوي الخرطوم كل إسعاف بياخد 2 برميل البرميل ب190 بمعنى البرميل لما نمشي الإسعاف الواحد يجي بيجي بمليار. طيب أنت تبني 10 مليار حيعمل شنو؟ بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دابنغا. حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل إلى اللقاء.